السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، بمناسبة أو بهذا الوقت العصيب نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، على وفاة القيد أحمد قيد صالح. لله ما أخذ ولله ما أعطى، الله يرحمه برحمته الواسعة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. أنا نقول إلا ما قال الله عز وجل حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن عندنا رجال في الجزائر، رجال ورجال قويين. نقول قال الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. المؤسسة العسكرية وحدة متماسكة، المؤسسة العسكرية هي ضباط الأحرار، الناطق الرسمي نتاعها هو قايد صالح. اليوم قايد صالح راح يخلفوا شنقريح ويعودوا يتمناو القبائل، حاشا القبائل الأحرار، يعودوا يتمناو الزواف. لو أنه قعد قايد صالح وعاش، ولا الجحيم اللي راح ينتظرهم يا شنقريح ما يضحكش. منضحكش، شوفوا العجب معاه. شوفوا العجب معاه، ولها لكم ونعاودها لكم. إذن اليوم راه عين الرئيس الجمهورية حفظه الله عبد المجيد تبون بن شنقريحة خلفا للراحل رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جنانه القيد صالح. القيد صالح من مدة طويلة هو مريض، مدة طويلة هو مريض، يعني كأن الله عز وجل يعني سبحان الله سمع صوت ناس فوت هذه المرحلة العصيبة العصيبة في تاريخ الجزائر. والله طاحت لي دمعة، يعني يموتوا الناس. كبير في العمر 84 سنة ولا 85 سنة، أو كبير 86 سنة الله أعلم، كبير. واتمنوا السامي السعيد شنقريحة إن شاء الله يكمل المهمة نتاعو على أكمل وجه. بارك الله فيكم. واحد ما يتزعزع، واحد ما يزعزعكم. يا جبل ميه الزكري، يا جبل ميه الزكري، بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله. أخوكم الجيجلي الحربي القبيلي الفينيقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.